يبقى انا عرفت المندوب الشاطر عامل ازاي، او الراجل البياع اخباره ايه. طب ايه الحاجات الكواليفيكيشن اللي تخليه راجل ناجح وشاطر؟ من الحاجات الاساسيه قوي اللي هي الجزئيه بتاعه الهيومن ريليشن، اللي انا النهارده لما انا لسه كنت بحكي له شويه من شويه على الهيومن سنتريك ماركتنج، اللي هو ايه؟ ان الشركه لازم تتعامل از هيومن تو هيومن. كويس؟ فانت النهارده انا بقى بتعامل مع حضرتك شخص لشخص، فانا الجزء الهيومن بتاعي اخباره ايه؟ بتعامل معاك وابقى لطيف، ولا جاي بدلق عليك الكلمتين كده واروح واخد بعضي وماشي؟ اللي انا طريقه الستريت ثينكينج، اللي انا طريقه تفكيري منظمه، ولا الدنيا ملخبطه معايا؟ البرزنتيشن بتاعتي عامله ازاي؟ لان جزء كبير جدا من البادي لانجوج ومن من ادارتي للقاء انا داخل على حضرتك عامل ازاي، سواء انا مندوب طبي او تجاري، كويس، سواء انا فيزيشن وجاي بزور حضرتك، سواء انا صيدلاني واقف في الصيدليه بتاعتي، البرزنتيشن بتاعتي عامله ازاي؟ واقف لابس شبشب كده ومبهدل كده وعامل كده ودقني طويله وشعري، ولا لابس فورمال ولابس لبس مش لازم يكون غالي بس ممكن يكون نظيف بس، تمام؟ فانا النهارده من الكواليفيكيشن اللي انا لازم اتعامل كويس، لازم ابقى ستريت ثينكينج، لازم البرزنتيشن بتاعتي تبقى بشكل هايل، لازم انا ابقى هارد ورك. في قاعده كونيه كده ان كل واحد بيجري وبيجتهد اموره كلها بتبقى تمام والدنيا كلها بتبقى زي الفل. بمعنى ايه؟ يعني في حاجه اسمها نظريه البروبابيلتي. يعني ايه نظريه البروبابيلتي؟ يعني النهارده كل ما هخبط انا كمندوب او كراجل موجود في الحياه، كل ما هخبط على بيبان اكتر، كل ما البروبابيلتي اللي هتفتح لي بيبان اعلى. في الهارد وركينج ده من الحاجات الاساسيه قوي اللي انا لازم اشتغل عليها ولازم انا ابقى فاهم. يعني لو انا النهارده مدير، لو انا كان النهارده مندوب مفروض مطلوب مني ازور 5 اطباء فقط، بس لو انا راجل جديد، عشان كده الشباب الجديد لما بيجي بيتفوق على الشباب القديم. ليه بقى؟ لان النهارده هو بيتميز اللي هو ايه، بيبقى عنده هارد وركينج. القديم بيروح يزور 5 اطباء كل يوم وهم دول بيبقوا الاي بلس، بس الشاب الجديد يروح يعمل 20 زيارة، فالبروبابيلتي عنده ونظرية الاحتمالات عنده اعلى. لازم انا اكون سمارت وركينج، وسمارت وركينج دي تنطبق عليها حاجات كتير قوي، اللي انا اكون منظم وقتي صح وعامل له سكاديولينج، يعني مرتب انا اروح مين وفين، الترافيكس عالية، الوقت قليل، الناس ما بتبقاش موجودة كل يوم، الكورونا موجودة في كل حتة، ففي عندي مشاكل كتيرة قوي، فانا لازم استخدم الاس الاولانيه اللي هو الجزء بتاع التايم. تاني حاجه اللي انا اخلي الوقت ده برودكتيف. عايز اقول لك الاستاتستكس، انت النهارده بتشتغل كراجل مندوب او كراجل بتقابل البيشنت او بتعمل اي حاجه من الحاجات اللي احنا بنعملها في التسويق، كويس، انت ريال تايم اللي انت بتقابل الكاستمر بتاعك بتقابله في خلال لمده 20 دقيقه فقط في خلال ال8 ساعات اللي انت بتشتغلها. ما كل الوقت ده ايه؟ الترافلنج تايم والتحركات وركوبك العربيه ومقابلتك مش عارف الميتنج الصبح، شويه حاجات كتير قوي، بس انت الفيس تو فيس كوميونيكيشن هم 20 دقيقه فقط. فانت لازم التايم بتاعك يكون برودكتيف، تبقى عامل حسابك للحاجات الغير متوقعه. لان هتنزل هتلاقي سكه زحمه، هتروح لطبيب هتلاقيه معتذر، هتروح مكان مش عارف هتلاقيه عامل ازاي، ففي حاجات ان اكسبكتد بتقابلك، فانت لازم تنظم وقتك كويس قوي. الجميل بقى اللي انت تعمل ايه بقى؟ اللي انت الوقت اللي انت بتقابل فيه الكاستمر بتاعك والطبيب بتاعك هو ده الوقت اللي بيبقى فيه اعلى برودكتيفيتي بالنسبه لك، اعلى انثوزيازم بالنسبه لك، احلى حماس، اعلى برودكت نولج. ولازم انت طول ما انت قاعد بقى، لانك في شباب كتير قوي بيضيعوا وقتهم في العيادات، اللي هو يقعد يبص على الواتساب ويتفرج على مش عارف ايه ويخش على الفيسبوك، لا، انت لازم تعمل حاجه اسمها منتور رول بلاي، اللي انت النهارده هنتكلم كمان شويه دلوقتي على الاليمنتس بتاعه السيلز بروسيس، اللي انت لازم يبقى عندك نولج كويسه جدا وعندك معلومات كويسه جدا على البرودكت بتاعك، يبقى عندك برودكت نولج او سيرفيس نولج. تاني حاجه اللي انت يبقى عندك معلومه قويه جدا عن الكاستمر، ومش معلومه بس عن الكاستمر، اللي انت النهارده بتقعد تكتب وتقول معلومه قويه عن الديستريبيتور اللي بيوزع لك، ووزع كام علبه في الصيدليه دي، وحط لك تحت الدكتور ده قد ايه، وحط لك ستوك هنا قد ايه، هيخلص في المستشفى دي قد ايه، الكمبيوتر اخبارهم ايه،
التريتوري والمنطقة عندك عاملة ايه، الناس حواليك اخبارها ايه، لازم انت تبقى انت عارف كل الكلام ده وعندك نوليدج كويسة جدا. من الحاجات القوية جدا اللي انت يبقى عندك معلومة قوية عن الدكتور نيد اللي انت بتشتغل معاه، لان انت دلوقتي بتقابلك مشاكل كتيرة قوي في السوق انت مش عارف ايه تحلها. المشاكل دي لان انت مش عارف النيد بتاع الدكتور بتاعك ايه. الدكتور عايز effectiveness، كويس، عايز safety، عايز availability، عايز service، عايز good price، عايز حاجات كتيرة قوي. هو بقى الدكتور اكس ده عاوز ايه، لازم انت تبقى انت عارف النيد بتاعته. وهنبقى نقول لكم في لقاءات قادمة ازاي تعرف النيد بتاعت كل طبيب وكل حد من الناس اللي انت بتشتغل معاهم. لازم تبقى عارف بقى الديستريبيتور بتاعك النيد بتاعه ايه، الناس اللي بتشتغل دي عايزه ايه، فعايزين بريسكريبشن، عايزين افيلابيليتي للمستحضر بتاعك، عايزين بروفيت كبير قوي، حط تحت بروفيت دي 50 خط احمر، عايزين اكسسبيليتي لما يعوزوا المستحضر او يطلبوه يجي لهم على طول، عايزين ساينتفك باك جراوند، لان في ناس كتير قوي بتفتكر ان ايه، ان الديستريبيتور او الصيدليه دي مش مهم اللي انا اخش اعمل لها كول، مش مهم اللي انا اعرفه بالمستحضر ده هيبيع وخلاص. مفيش الكلام ده، لازم يبقى عنده ساينتفك باك جراوند قويه جدا. من اهم الحاجات بقى الفولو اب، البوست سيل سيرفيس، المعلومه القويه بعد الايه، البيع اللي انت النهارده تتابع عليه. دايما انا اقول كده بالمصري كده، اللي انت تلزق في قفا الزبون. يعني ايه تلزق بقى في قفا الزبون؟ اللي انت النهارده الكاستمر ده تبقى انت متابعه، تكلمه كل يوم، تبعت له واتساب، تعمله مش عارف مسج مش عارف عامله ازاي، تحكي له حكايه. فانت الموضوع ايه؟ تتابع معاه، هو متابعه من اهم الاسباب يا جماعه النجاح بتاعت اي حد فينا. الجزء بتاع الريكوردنج والريبورتنج، اللي انت مفيش شغلانه هتخلص غير لما تبقى ايه؟ لازم انت يبقى في بيبر وورك. واحد هيقول لي يا دكتور عطيه دلوقتي انت قديم قوي، بيبر وورك دلوقتي بقت فيه الموبايل، بقت فيه الايه؟ التكستنج. كل موصل لما خلق له. يعني ايه؟ يعني انت النهارده على الموبايل اعمل نوتس، اكتب، بس لازم تكتب. اعمل لك فايل اكسل، اكتب فيه، لازم تكتب. لان انت النهارده في مقوله كده لذيذه قوي بيقول لك شورت بنسل از بيتر ذان لونج ميموري. لو معاك قلم صغير كده بتكتب بيه كده فكراسه صغيره احسن من اللي انت يبقى عندك لونج ميموري. لانك بيحصل لنا كلنا ايه دلوقتي؟ بيحصل لنا حاجه اسمها ديستورشن. ديستورشن يعني ايه؟ يعني انت تبقى الحاجه في موبايل في ايدك وعمال تدور عليه. الكمبيوتر قدامك وبتدور على الكمبيوتر، نظارتك لابسها وبتدور عليه. فانت النهارده لازم تكون ايه؟ لازم تكون شاطر في الكتابه، في الريكوردنج والريبورتنج، لان ده هو ده سر من اسرار النجاح. طب ايه هي خطوات البيرسونال سيلينج بلان بتاعتي كراجل انا مندوب طيب كده وعايز اجد لنفسي مكان في الحياه؟ فانا لازم يكون عندي الهرم ده كله انا ابقى عارفه وشايفه. اللي هو الموضوع ايه؟ امبريف كده، هنتكلم عليه امبريف، وبعد كده في لقاءات اخرى هنشرح كل حاجه بالتفصيل. اللي انت يبقى عندك بروسبكتنج، اللي انت ايه؟ يعني ايه كلمه بروسبكتنج؟ بروسبكتنج لو انت كتبت على جوجل كده التنقيب. يعني ايه التنقيب؟ اللي انت النهارده تدور على الرايت كاستمرز وتحاول توصل لهم، وبعد كده تعمل بري ابروتش، وبعد كده يبقى عندك برودكت نوليدج، وبعد كده تايم مانجمنت. كل ده تجمعه قبل ما تزور الطبيب بتاعك او قبل العيان بتاعك ما يخش عليك، وبعد كده تبتدي تعمل ابروتش، وبعد كده تكلمه على المين ايديا والكور. هيطلع لك مشاكل، هيقول لك انا عندي مش عارف كذا، ده الدواء بتاعكو غالي، ده مش موجود، ده انا كتبته العيان وما خفش، ده 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 ده. فتبتدي تعمل ايه؟ هاندلنج اوبجكشن، تحل له مشاكله وقصته وتظبطها له، وبعد كده تبتدي تعمل كلوزنج جيد، تقفل له البيعه زي ما احنا بنقول، وبعد كده تعمل له فولو اب وتتابع معاه. الحلقه دي كلها اللي هي اسمها بيرسونال سيلينج بلان. طبعا ده كورس كامل بنقعد نشرح فيه كل خطوه من A to Z. الكورس ده بياخد وقت طويل جدا، بس ناس كتيره قوي عارفه الخطوات دي، وشباب كتيره قوي بياخدوا الكورسات دول في الشركه عندهم، بس احنا دايما بنشرحه بشكل تاني، بالشكل اللي هو الجزء الاكاديميك ومعاه الجزء البراكتيكال. لان
معظم الشركات لما بتدي الكورسات دي بتديها جزء البراكتيكال بس، بيبقى مفتقد اللي هو الراجل السوبرفايزر او الديستريكت مانجر او اللاين مانجر او تريننج ترينر مانجر، كل الناس الجميله المحترمه اللي ممكن يكونوا حاضرين معانا دول بيدرسوه وبيدرسوه للشباب وبيدرسوه كويس. بس انت محتاج اللي يبقى عندك اكاديميك بيز، اللي انت اصل الحكايه فين، الكتاب بيقول ايه اصله. فدي من الحاجات المهمه قوي. من البرزنتيشن سكيلز بقى، بص بقى، 55% من زيارتك ومن نجاح مقابلتك للعيان بتاعك او للدكتور بتاعك او للصيدلاني بتاعك او الموزع بتاعك، البرزنتيشن سكيلز، البادي لانجوج بتاعتك عامله ايه، داخل عليه عامل ازاي، لابس شيك كده ولابس مهندم وبتتكلم بطريقه كويسه، البادي لانجوج وقفتك كويس، حركات الفيشال اكسبريشن بتاعتك عامله ازاي. 55% من البيع على الايه، على البادي لانجوج، من البرزنتيشن سكيلز على البادي لانجوج. 38% من الفويس، من الصوت، بتطلع امتى وتنزل امتى. مساء الخير حضرتك، انا فلان الفلاني من شركه اكس، انا جاي النهارده اقدم لك كذا، من الايه، الفويس بتاعك. وبعد كده يبقى انت ايه، لابس كويس، صوتك حلو، مش لازم صوتك حلو تبقى مذيع بقى في التلفزيون او في الراديو، بس بتعرف تستخدم الفويس بتاعك. والفويس برضك على فكره الكتب الجديده داخل تحت البادي لانجوج، يعني اجمع ال 55 وال 38 هتلاقيهم يعني داخلين في حاجه اكتر من 93%. 7% بقى انت هتقول ايه؟ قول بقى زي ما تقول، ويا جماله بقى لو هتقول ووردز وكلمات جيده وطيبه. فتوقع ان المردود بالنسبه لك مردود جيد وطيب. انا يعني تقريبا كده يعني خلصت كده البريفنج بتاعي والمحاضره البسيطه دي. احنا الكومينج سون بقى الكورسز اللي احنا ممكن اللي احنا هنقدمها كده في الفترة الجاية ايه؟ عندنا كذا نوع من انواع الكورسز، في كورسات للميدل لاين مانجمنت، وفي حاجات اكزيكتيف. فاحنا عندنا 5 كورسات بيزكس كده هنبتدي بيهم، اللي هو ادفانسد ماركتنج اند سيلينج سكيلز فور ميديكال ريب اند سيلز ريب، عندنا ارت اوف سيلينج اللي هو السيلينج سكيلز، تي او تي اللي هو ترينر فور تريننج فور ترينرز، في البادي لانجوج، في التايم مانجمنت. دي الجزئيه الايه الاولانيه. في جزء ثاني نوى الناس الاكزيكتيف والناس السينيورز اللي هم ادفانسد كوميونيكيشن سكيلز، وده كورس هايل قوي للاطباء والصيادله، والكورس ده ما اتاخدش قبل كده في اي حته يعني في الميدل ايست، اللي هو ادفانسد كوميونيكيشن سكيلز فور فيزيشن اند فارماسيست. ان دايما ممكن انا اكون طبيب وطبيب شاطر وعندي شهادات قوية جدا وعندي حاجات جميلة جدا، بس ما عنديش ولا عيان، وجنبي دكتور تاني خريج بس كلية الطب بس ومعاه يعني دبلومة صغيرة كده كويس، وعنده عيانين بره قد كده اهوت. طبعا ده رزق وملك الملوك اذا وهب لا تسألن عن السبب، بس هو في جزء بقى ايه، لو تقعد تعمل ريتيرن تو بيزك، تقعد تحلل كده الدنيا ماشية ازاي، هتلاقي حاجة مهمة قوي. هتلاقي التاني الاولاني ده قامة كبيرة جدا وحاجة جميلة، بس الكوميونيكيشن سكيلز ويز ذا بيشنت وحشة قوي، مش عايز يسمعه، عايز يقول له الكلام وخلاص، عايز يقول له السيمتومز والأدوية والعلاجات والحاجة وخلاص وياخد بعضه ويمشي. التاني بيسمع العيان كويس، وسبيشالي العيانين اللي هم عندهم كرونيك بيشنت وعندهم مشاكل، فبيسمعهم كويس ويكلمهم كويس وعنده كوميونيكيشن كويس. ونفس الكلام الصيدلاني، واقف بيسمع وبيتكلم مع الناس وبيتواصل معاهم ويبتدي يفهم شوية الحاجات اللي احنا قلناها دي، في ايه؟ فيبتدي يخش ان ديبث في عقل وقلب الكاستمر بتاعه. فده كورس لذيذ جدا، Advanced Communication Skills for Physician and Pharmacist. في كورس بقى متخصص قوي بقى، اللي هو Business Development for Senior Managers. Senior Managers دول بقى الناس اللي هم السوبرفايزرز، الديستريكت، الناس الكبار، الدايركتورز. وفي طبعا كورسات كتيره، بس دول الايه، ال6 كورسات او ال7 كورسات اللي احنا هنبتدي بيهم في الفتره الجايه. انا بشكرك طبعا دكتوره ايمان، بشكر حضرتك طبعا على الكومنت الجميل بتاع حضرتك ده. الكورس ده فقط للاطباء؟ لا طبعا، في جزء منه للاطباء وفي جزء تاني للعامه طبعا، يعني في كورسات للعامه، بس احنا يعني هو اول ميتنج مع الناس هنا، كان مجموعه من الاطباء كتيره هتحضر، فعشت ايديك يا فندم والله.
ففي المحاضرة يعني في كورسات تانية للعامة وللبياعين والناس اللي شغالين في كل مكان. أنا عايز بس أجاوب، أنا بشكركم طبعا على مجهوداتكم وعلى على الانتر أكشن الجميل. أرجع كده تاني، عايز كورس في كورس في دورة الحماية الإلكترونية وحماية هاتفك وحسابك على مواقع التواصل الاجتماعي. إحنا بنعمل كورسات ديجيتال ماركتينج. الديجيتال ماركتينج اللي هو إزاي النهاردة تواصل مع العيانين وتواصل مع الكاستمرز بتوعك وتواصل مع الناس عن طريق ديجيتال، لأن دلوقتي الإحصائيات كلها بتتكلم اللي الناس كلها موجودة بنسبة كبيرة جدا، الناس كلها ماسكة التليفونات، الناس كلها عايشة على التليفونات، والتليفونات هي الايرا الجديده. ثانكس فور يو دكتور زياد، وعاشت ايديك وعاشت. انا بشكركم طبعا جدا الناس اللي، شكرا جزيلا دكتور عطيه، محاضره رائعه جدا، انا بشكركم جدا. وتابعوني يا جماعه، اكتبوا استنى نعملوا شير كده اوريكم حاجه لطيفه كويس. دكتور عطيه هو سهل خالص، دكتور عطيه دوت اورج، عندي هاشتاج كده عليه، انتوا كده ابتديتوا تشوفوا. طيب دكتور عطيه دوت اورج ده الويب سايت بتاعي، عليه هاشتاج بتاع اتعلم مع عطيه، عليه اكسيد ال 33 مليون، عندي على السوشيال بلاتفورم اعداد يعني متابعين كويسين جدا، عندي على تيك توك بعمل فيديوهات اديوكيشنال كده تقريبا 350 الف واحد، عندي على الفيسبوك، عندي على اليوتيوب في فيديوهات هنا لذيذه برضو كده ممكن تقدر تخش تتفرج عليها، جزء اديوكيشنال وحاجات تقدر تفيدك بشكل جيد جدا. تابعوا يا جماعه الانترناشونال اكاديمي، هيبقى فيها حاجات لطيفه جدا. سؤال، انا بحب الاداره والماركتنج، هو بتنصحني اخد كورس فقط في ماركتنج ودبلومات لم ادخل دراسه بكالوريوس او ماستر في الاداره او الاقتصاد؟ بصوا يا جماعه، يعني ماي ادفايس اللي انت النهارده الجزء بتاع الاداره، الناس كل الناس اللي بتشتغل في الشركات والناس اللي موجوده في الشركات عندهم شويه خبرات وعندهم شويه حاجات، بس هم محتاجين اللي هم ينموا نفسهم. فالجزء اللي هو بتاع الاداره وبتاع الماركتنج اللي انت تقدر تعمل سيلف ليرنينج، تقدر تخش معانا في كورسات، تخش مع انترناشونال اكاديمي في كورسات، تقدر تتعلم حاجات. لو انت ما عندكش الامكانيه دي وعايز تتعلم على يوتيوب وتعلم نفسك، يعني اي ام هابي اللي انت تعمل كده، بس انت اهم حاجه اللي انت ما تضيعش وقتك وما تضيعش مجهودك وما تضيعش الاوقات اللي انت بنضيعها كتير قوي في سكيمينج، وتقعد تتفرج على حاجات وبتاع وما توصلش لحاجه في الاخر. فانت محتاج اللي انت يعني تبص على اللي انت بتعمله كويس قوي. ده اللينك بتاع الانترناشونال اكاديمي يا جماعه. محتاج تدريب، محتاجين تدريب للميديكال ريب والسوبرفايزر ان امكن موجود يا دكتور، وتواصل مع انترناشونال اكاديمي، وفي يعني في كورسات هنعملها الايام الجايه كده وهنتواجد، وفي كمان بلان تانية اللي احنا مش ندي كمان بس اللي احنا مش نتواجد بس اونلاين، لا نتواجد كمان اوفلاين يعني فيس تو فيس. في دورات عامه للناس غير الاطباء في التسويق والتجاره طبعا، في طبعا تتواصل مع انترناشونال اكاديمي وهتلاقي في كورسات في الاداره والتسويق. حبيب قلبي يا دكتور، وسعيد اللي انا بتعليق حضرتك وبتواجدك معانا. يعني اللي هنزل محاضره على اليوتيوب، يس هنزل المحاضره ان شاء الله على اليوتيوب. يعني النهارده مفيش محاضره قيمه جدا، محتاج محاضره عن المقابلات العمل. بص بقى، هنعمل كورس كامل، هنعمل مش محاضره بقى، هنعمل كورس كامل على الانترفيوز، ازاي انت النهارده تكتب سيره ذاتيه، وازاي النهارده تروح تقدم في شركه، وازاي توصل للشركات كمان، وهقول لكم كل الكي سكسيسيف ستوريز اللي انت النهارده تقدر توصل كمان للشركات المالتي ناشونال، ازاي تقدم في الشركات الكبيره، وازاي انت النهارده بعد ما تقدم في الشركات دي لما تروح ازاي يخليهم باذن الله يقبلوك وتقدر تبقى انت مقبول بالنسبه لهم. نصيحتي للمندوب الجديد اللي انت النهارده لازم تبقى ايه بقى؟ لازم تبقى طويل البال. دي نصيحتي اللي انت النهارده، الرابط اهو قدامك، اهو الرابط بتاع الانترناشونال اكاديمي تمام. فانت النهارده راجل حبيب قلبي والله، اشكرك يا سعاده الرئيس مرتضى باشا. اللي انت نصيحتي بجد، يعني لو انت عايز نصيحه حقيقيه، يعني اللي انت النهارده محتاج اللي انت تبقى هارد وركر بجد، محتاج اللي انت تبذل مجهود جامد جدا، لان انت النهارده بعد فتره بتحس اللي انت ايه، شكلك اتغير، اللي انت النهارده لا الرابط موجود اهو، الرابط موجود اهو بتاع انترناشونال اكاديمي كويس اهو،
وانت لو معرفتش تتواصل مع انترناشونال اكاديمي تواصل معايا انا وانا هوصلك لانترناشونال اكاديمي. اكتب اسمي اللي هو دكتور عطيه بالعربي والانجليش زي ما هو مكتوب تحت اسمي كده كويس، هتوصل لي على طول. دور عليا على جوجل هتوصل لي على طول، يعني انا هتلاقيني في كل حته. يعني دكتور عفوا نحتاج كورس تدريبي للتسويق للمستشفيات، موجود يا دكتور، موجود سعادتك. الرابط غير موجود، الرابط موجود اهو اهو ماشي. عبد الرحمن شكرا جزيلا محاضره، انا اللي بشكرك. طب ممكن نكتبه تاني، نكتبه تاني بعد اذنكم في انترناشونال اكاديمي كده، نكتب تاني الرابط، نفضل نكتبه كده شويه كده بعد اذنكم. وانا ممكن اعمل حاجه تانيه برضك اللي انا ادخل لكم عليها بحيث ان انتوا تشوفوها قدامكم. انت ببساطه جدا، بس لو انت فعلا عايز توصل لينا ببساطه اكتب دكتور عطيه بالعربي والانجليش كويس، وهتلاقي على طول هيظهر لك. خش على الويب سايت، ابعت لي رساله او على الانستجرام او على الفيسبوك او تيك توك، انا عندي برضو فيديوز كده على التيك توك، هتلاقيني يعني ما يعني عامل حاجات كويسه وحاجات لطيفه. تمام. انا مبسوط جدا ان انا تواجدت معاكم النهارده، كان نفسي اقدر اسمع كل واحد فيكم. دكتور كيف التعامل مع الطبيب الذي يتكلم كثيرا ولا يعطيك مجال للكلام، وعلى نفس الجانب يكون الطبيب غير مهتم ولازم اوصل الفكره له؟ طبعا ده سؤال كبير قوي وسؤال مهم جدا، وانا بشكر حضرتك يا دكتور زياد اللي انت سالت السؤال ده، لان السؤال ده هو هي الشغلانه في السؤال ده يا جماعه. انت واحد على فكره شاطر وبتجتهد، فالشغلانه كلها في السؤال اللي حضرتك سالته ده، اللي انت النهارده لازم تبقى عارف البيرسوناليتي تايب، انواع الشخصيات عامله ازاي، وكل نوع من انواع الشخصيات دي تعرف تتعامل معاها ازاي، تعرف تكلمها ازاي، تعرف تتواجد معاها وترد عليها. وسبيشالي ان هو معظم الاطباء بيعملوا ايه يا حبيبي، بيخشوا بالوقت المندوب بيخش يتكلم فيه، هو ده وقت الراحه بالنسبه له، هو ده الوقت اللي عايز تريلاكس. كان في احد الاطباء المهمين جدا والكبار جدا في احد الاماكن الدول الكبيره، يعني كان الطبيب ده بيدخل المندوبين كويس، المندوب يدخله عشان يشرب السيجاره بتاعته كويس، عشان يشرب السيجاره بس، هو قاعد مش سامعك خالص، انت قاعد وعمال اه طبعا يا حبيبي واه تمام وكل حاجه تمام، وهو ايه، وهو مش معاك خالص، هو مش معاك، هو مش شايفك، هو عاوز يشرب السيجاره بتاعته. اه ماشي. خشوا على الرابط اهو انترناشونال اكاديمي حطاه بخصوص حجز مقعد للكورسات المتوفره حاليا، خش وهتلاقي في فيديوز، وهتلاقي في فيديو بتاعتي، وخش على على الفيديو بتاعها هتعجبكم، يعني انا بعمل فيديو لطيفه كده وظريفه. خليني بس اقول ايه دكتور، يا ريت تعمل شير سكرين اند انترنج تو ذا لوكيشن. حاضر. طب الرابط مش ظاهر، لو انا كتبته انا يظهر؟ طب انا اجرب كده اهو، شوف كده انا عطيها كتبت لك الرابط اهو. خليني اعمل لكم حاجه لطيفه دلوقتي تاني. ماشي والله بعد. حاضر حاضر. عايز ايفري وان صح، برافو عليك. ماشي انا بعتذر لك، انت هايل، انت جميل والله العظيم، عمل ايفري وان صح كده، ظهر للجميع. وممكن اعمل لك شير سكرين، بص بقى اهو. ادي شير سكرين للانترناشونال اكاديمي كويس، وفيها ايه فيديو زي، فيها الفيديو بتاع المحاضره، انا بعمل فيديوهات زي كده
دعوة كريمة من أهل العراق، عندنا محاضرة يوم الجمعة الجاية مع القطاع الطبي العراقي، هنتكلم على التسويق الطبي وإزاي نتعامل مع المرضى والعملاء سواء كانوا أطباء أو صيادلة أو أي حد بتعامل معاه جوه دولة العراق. هنتجمع كلنا على زوم، واللي مش هيحضر هيتفرج على International Academy. ماشي؟ تحت امرك، تحت امرك. اللي بيتكلم كتير لازم انت يعني تعمل له فريمنج كده. تعال احضر معانا الكورس كامل وانا هقول لك بالظبط تعمل ايه ونظبط لك كل حاجاتك يعني. وعلى فكره انا ليا يعني كاستمرز وليا حبايبي ناس شباب عراقي كتير يعني شغالين في قطاع الادويه واخدوا عندي يعني كورسات كتيره. الاخ اللي سالني ليه المندوب الجديد ليه البرودكتيفيتي بتاعته بتبقى اكتر؟ لانه بيعمل نظريه الاحتمالات، بيخبط على بيبان اكتر. فانت النهارده لما كل ما هتزور زيارات كتيره هتعمل ريفينيو وهتعمل ارقام اكتر. المندوب الجديد القديم بقى، المندوب القديم لو عمل نفس الزيارات لعدد الكبير ده البرودكتيفيتي بتاعته تبقى في السحاب. والدليل لو انت النهارده جيت اخر الشهر ومزنوق كمندوب قديم، مزنوق يعني قديم، مندوب قديم ومزنوق ومش عارف يعمل ايه، يبتدي يعمل زيارات كتير قوي، البرودكتيفيتي بتاعته تبقى هايله قوي. عايز يحضر المحاضره الكامله على اليوتيوب؟ خش على نفس الاسم دكتور عطيه بالعربي والانجليش على اليوتيوب. اخش ادخلك عليها؟ حاضر حاضر. يوتيوب، قناه اليوتيوب بتاعتي. طب انا ممكن احط لك اللينك بتاعها برضك. انا احط لك اللينك اسهل. ازاي انجذب للكول بتاعتي؟ طبعا بصوا يا جماعه شباب، مهما يعني هجاوب هعمل الموضوع طبعا طويل قوي وكبير يعني، بس عشان يبقى انت يبقى اتراكتيف لازم انت محتاج اللي انت تعرف النيد بتاعت محتاج اللي انت تعرف النيد بتاعت الطبيب اللي انت بتشتغل معاه عامله ازاي عشان تقدر توصل لايه، لمعلومات اكتر عنه وهو يقدر يعرف اكتر عنك. خش دور على دكتور عطيه بالعربي والانجليش كويس، وايه وعلى اليوتيوب هتلاقيني ان شاء الله يعني. خش على الويب سايت هتلاقي في كل السوشيال بلاتفورم. عندك مشكله بقى جريده يعني ايه، اذا كانت الشركه لا تعطي عروض جيده للاطباء الذين يطلبون هدايا قيمه والصيدلات اكتر. طبعا دي مشكله ازليه برضك، وهنقول لك برضك تعمل فيها ايه. اللي انت النهارده يبقى عندك كومبيتيتيف ادفانتج، عندك الميزه التنافسيه اللي احنا اتكلمنا عليها الايه المره اللي فاتت يعني في الاول خالص، اتكلمنا على الميزه التنافسيه. انا بشكركم يعني شكرا جزيلا جميعا، عشان بس ما بقاش اخدت من الوقت اكتر من انترناشونال اكاديمي يعني، هم طالبين مني بس وقت معين. فانا بشكركم شكرا جزيلا جميعا، وان شاء الله نتقابل على كل خير كده، ونتقابل بقى في كورسات وفي ميتنج وفي حاجات كتيره قوي يعني قادمه باذن الله. انا سعدت جدا بالتواجد مع اهل العراق، بشكركم جدا، وان شاء الله نتقابلوا كده ان شاء الله في ميتنج قادم يعني. بشكر حضرتك دكتور، احنا اسعد اسعد. متشكرين يا فندم، متشكرين يا فندم. اي حد عايز يسال اي حاجه؟ شكرا جزيلا دكتور، ممنونين، تسلم. متشكرين يا فندم، متشكرين يا فندم. شكرا جزيلا، يلا نشوفكم على خير، نشوفكم على خير. تابعوني بقى كده وان شاء الله نتقابلوا على خير باذن الله. شكرا. شكرا.